نصر على أن نعرف بالشيخ الصادق، نبدأ عن صاحب الفضيلة الشيخ الصادق حتى يعرفه الناس. والله الشيخ يعني من أراد سيرته، وسواء تفوقه العلمي، شهاداته، شهادات أهل العلم في بلدان أخرى، فيه يعني للأسف كما قال بعض السلف أزهد الناس أحيانا، يعني أزهد الناس في العالم أهله. يعني نحن رأينا، أنا التقيت ببعض أهل المغرب العربي من أساتذة في الجامعة وطلاب علم، ويعني بصراحة يعني يقولون هذه مدونة الشيخ نحن محتفون بها احتفاء كبيرا، يعني ويعتقدون كذلك كما نعتقد أن الشيخ فعلا مجدد في المذهب المالكي في هذا العصر، دلل على المذهب وشهر الأقوال التي عليها الأدلة القوية وأظهرها، وبسط عبارة الفقه المالكي يعني تقارن المدونة بكتب الفقه القديمة، يعني فرق كبير. الشيخ حرص على أن يقرب الفقه، خاصة الفقه المالكي، لطلاب العلم ويضعه بين أيديهم سهلا ميسورا، عمل فهارس ممتازة ومعينة جدا لطالب العلم في بحثه وفي تتبع المسائل المتفرقة في المواضع المختلفة في المراجع القديمة، فهو جدد الحقيقة في الفقه. الشيخ له مواقف، يعني مواقف في قول الحق والوقوف أمام الظلمة والصدع بالحق من أيام النظام السابق إلى يومنا هذا. نسأل الله أن يبارك في علمه وعمله، وأن يرزقه الصحة، وأن يمتعنا به وبعلمه وفضله.